كلزا لي فان ديالكم او الفانس، هل هما اللي يخرجوا عليكم اشاعات من خلالكم، ام هما يتصوروا امور وينشروها وانتم تخليوه كفنانين تخليوها تروج، لانه في النهايه راح تخلي اسمك يدور في السوشيال ميديا لايام؟ ما شوف، احنا شعب عاطفي، احنا الشعب تاعنا شعب عاطفي، يروح بمشاعره لما كيشوف حاجه في التلفزيون اللي هي تمثيل يامنها. هذا هو الشيء. ربما فهمتي انت السؤال اللي كنت اطرحه لك. فهمتك لانه لو كان تلك الايام ظهر وخرجوا وشافوه الناس ممكن راح يصرى نفس الموضوع، لانه ما مع نبيل عسيك في المسلسل كان كاينه قصه حب، وفهمت يعني القصه اللي روجت بينك وبين سحيري غير حقيقيه، تصوروها الفانس وخرجوها لكم. انا مش تحت قصه روجت، انا شفت ناس عجبهم الثنائي دنيا وادم، ما شفتش ناس يهضروا على كنزه ويوسف، ناس هضروا على دنيا وادم والشيء اللي مثلا ممكن صفحات فاتحينهم دنيا وادم، ماشي الادوار، ماشي الشخصيه، ماشي الشخصيات الحقيقيه. فعلى هذا راني نقول لك، ماشي غير في الجزائر، باختو، حتى في تركيا مثلا الممثلين التركيين احيانا يكون كاين بينهم علاقه حب في المسلسل اللي هما يزيدوا يوهموا الناس انه في الواقع ثاني كاينه باش المسلسل ينجح يمشي، فهمت؟ يعني كاين هذا العقل، كاين هذه اساليب ترويجيه للعمل. ايه هما عندهم هذا الاسلوب ماركتينغ، هما عندهم هذا الاسلوب، فممكن لهذا السبب يكون شيء في التلفزيون الناس يتاثروا به.